إيمانا منا بتحقيق مفهوم أوسع للتنوع والشمولية بين كل أفراد المجتمع، دربنا في زين أكثر من 40 موظف في خدمة العملاء للتحدث بلغة الإشارة، وقدرنا نحقق جزء من أهدافنا التي نسعى لها مثل تطوير الوعي وحس المسؤولية عند التواصل مع العملاء من ذوي الهمم. وفي اليوم العالمي للغة الإشارة نؤكد على أننا نسعى دائما في زين إلى غرس ثقافة متنوعة ومنصفة عشان نخدم مختلف أنواع العملاء.